في وسائل التواصل، نقلب صفحات تويتر تشوف إعلان، إما هذا الإعلان ترويجي يجيك كذا دايركت بدون ما يعني بدون ما يسوي له أحد الناس رتويت، أو من إحدى المتابعين اللي تتابعهم أنت وسوى له إعادة، سواء في تويتر أو في غيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في السناب شات بشكل عام. الأربع خيارات كانت الأولى أتابع هذا الإعلان وممكن أشتري، الثانية أتجاهل هذا الإعلان واسحب عليه سكيب يعني سكيب على قولهم، الثالث لا حسب الشخص المعلن، يعني اذا كان شخص معلن مثلا معروف او له تاريخ او مصدق او الى اخره او مجرب طيب، والرابع حسب قيمه واهميه المنتج. جميل. وكان فيها الارقام اللي شفناها، الدرجات طلعت معنا زي ما هي ظاهره الان في الشاشه 3% وتابع، 51% اتجاهل الاعلان، فوق النص حسب الشخص المعلن، لاحظ فوق النص اللي يتجاهل، ايوه، و35 حسب قيمه واهميه المنتج. لكن معلش اتمنى انه ما يكون التصويت هذا فيه مثاليه، يعني كاتبين 51% اتجاهل الاعلان، اتمنى انه ما يكون فيه مثاليه، لانه لو فعلا كان بهذه النسبه ما كان سوق المعلنين اليوم سوق صارخ. يا سلام. بس هذا صحيح. لا بس شوف، يعني هذا مش معناته انه كونه الرقم غير الرقم قد يكون غير صحيح، انه المعلن قد يكون يعني قد يكون التصويت فيه مثاليه، هل تبقى وجهه نظر؟ لكن انا اقول واعيد مره ثانيه، لو لم يكن هناك متابعه كبيره جدا لما كان هناك سوق صارخ للمعلنين، واليوم الارقام تشهد، والمبالغ اللي جالسه تدفع للمشاهير مبالغ طائله وهائله، والناس والشركات والمؤسسات ما تدفع الا لانها عارفه ان لهم متابعين، والمتابعين متأثرين بهذه الإعلانات.